ومن الاستعدادات الرمضانية في الموصل والعاصمة بغداد إلى مدينة الفلوجة، حيث أطلق سكان المدينة اسم رمضان العودة على هذا الشهر المبارك، كونه أول رمضان يحل على المدينة بعد استعادتها من يد التنظيم. شهر رمضان يحل على مدينة الفلوجة وهي تنفض عنها غبار المعارك والعمليات العسكرية. مساجد المدينة تستعد لاستقبال رمضان المبارك وسط أجواء من الفرح والسرور. وهذا رمضان نسميه رمضان العودة، عاد أهل مدينة الفلوجة إلى مدينتهم العزيزة، ولاحظنا في الأيام القليلة الماضية حملة التسوق، الناس مقبلة على التسوق، الناس فرحة بهذا رمضان، يعتبر رمضان الأول بالنسبة لهم، والحمد لله أكثر من 95% من أهل الفلوجة عادوا إلى مدينهم، استطاعوا أن يعبروا شوطا هاما في إعادة إعمار بيوتهم، والحمد لله الوضع آمن ومستقر، والناس فرحة بهذا الموسم في رمضان. أبناء الفلوجة يستقبلون رمضان وهم في بيوتهم بعد أن كانوا في شهر الصيام الماضي نازحين ومهجرين. هذا أول رمضان أنه نصومه وإحنا مدينتنا، يعني كل مواطن ببيته. حقيقة هذه ما يشعر بها إلا اللي عاش المعاناة هذه وعاش الهجرة والتهجير. وإن شاء الله هذا أول يعني بكرة أول يوم من رمضان إن شاء الله، والأمور زينة. نسأل الله أن يديم علينا رمضانا جميلا مسرورا مطمئنة، يكون المدينة فرحة بصيامها وبأهلها. الآمال ما تزال معقودة على أن يكون رمضان شهر للألفة والمحبة والتآخي. أهل الفلوجة يستقبلون شهر رمضان المبارك وهم في بيوتهم وبين عوائلهم، ويأملون أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة. من الفلوجة سلام خالد.